سؤال آخر، أكرمني الله بمبلغ صغير عايز استثمره استثمار حلال، فأي البنوك الإسلامية ممكن أضع فيها المبلغ تكون فائدة متغيرة، لأن النقود يأكلها التضخم مع الزمن؟ هذا سؤال مشرقي ينبغي أن يقدم إلى علماء المشرق المخالطين لهذه البنوك ولبرامجها الاستثمارية ولهيئات رقابتها الشرعية عن كذب. هم أقدر على الجواب عن مسألتك يا رعاك الله. الذي يسعني في الجملة أن أقول إن المصارف الإسلامية في الجملة خير من المصارف الربوية في الجملة على ما في بعض المصارف الإسلامية من دخن ومن شوائب. ويعنى بالمصرف الإسلامي كل مصرف ينص نظامه الأساسي على وجوب الالتزام بأحكام الشريعة الإسلامية في جميع معاملاته، ويلزم إدارته بوجوب وجود رقابة شرعية ملزمة. المصارف الإسلامية متفاوتة في مراتب المشروعية، فبعضها أدخل في باب المشروعية من بعض، فارجع إلى ثقات أهل العلم في محلك والزم غرزهم. بارك الله فيك.